حضرتك شايف ايه سبب السمنة وزيادة الوزن؟ يعني سعرات ولا مثلا نوع اكل معين احنا بناكله فهو اللي بيعمل زيادة وزن ولا ايه بالظبط؟ والله احنا ما ينفعش نقول ان السمنه بسبب حاجه معينه زي اي مرض تاني. احنا عندنا مثلا مرض القلب، مرض القلب بيجي مثلا من التدخين، عامل وراثي، قل النشاط الحركي. نفس الفكره في السمنه، السمنه عباره عن مرض مليان اسباب، كذا حاجه ممكن توصل للسمنه. عشان كده لما حاجه تيجي يسال يا دكتور هل اكل السكر بيعمل سمنه؟ اقول له اه. هل يا دكتور مثلا زياده السعرات الحراريه تزود في الوزن؟ اه. قله الحركه يا دكتور تزود في الوزن؟ مظبوط. كل الحاجات دي هي اللي ادت لزياده الوزن. عشان كده لما نيجي بنعالج السمنه بنعالجها من كذا سبب، من كذا حاجه، ما بنعالجش حاجه واحده. يعني مثلا ما يجيش حد يقول لي يا دكتور انا قطعت سكر ما خسيتش ليه؟ لا، ما هو انت محتاج تقطع سكر، محتاج ان انت تمشي على نظام فيه فعلا عجز في السعرات الحراريه بتاعتك، محتاج ان انت مثلا تتحرك يوميا. هي كميه عوامل وكذا حاجه لازم نعملها، مش حاجه واحده بس، سيستم كامل لازم نمشي عليه عشان نخس ونحافظ على الوزن اللي احنا هننزله ده. والرياضة مهمة بجانب النظام الغذائي كمان. طبعا، حتى لو مش حد عايز يخس، عشان الحالة النفسية كمان والحالة المزاجية، وعلشان كمان الواحد ما يحصلوش أي مشاكل في المفاصل أو ضعف في العضلات. أنا بنشوف دلوقتي ناس صغيرة جدا في السن 20 و25 سنة جايين يشتكوا إن عندنا خشونة. بالظبط. دول ما بيتحركوش أصلا، عندهم ضعف في العضلات في جسمهم. طبعا محتاجين إن احنا ثقافة المشي والحركة دي تبقى موجودة.